السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو ديالي في اتم الصحه والعافيه. اليوم عندكم واحد الحلوه كانت تعجبني ملي كنت صغيره، كانت ديرها لنا ماما الله يخليها ليا وطول لها في عمرها، وما فيهاش بزاف المقادير. عندنا نص كيلو ديال التمر، سمحوا لي ما وريتكمش الطريقه حيت كنت مصوبه قبل. شديت التمر وفورته، حيت له النوا ديالو وفورته، ودرت فيه معلقه ديال الزبده، شويه القرفه، شويه القرنفل، شويه الكوزه. هادشي اللي درت فيه، ودرت غير الواجد. ولا كان عندك الجنجلان ديري شويه الجنجلان محمر، شويه اللوز حتى هو، عندك الكركاع حتى هو تيجي زوين. المهم انا درت داكشي اللي واجد عندي. تقريبا عندي هنايا نص كيلو، عندي كاس ديال الزيت وكاس ديال ما زهر عنبه، وعندي ربعه ديال الزبده مارغرين، وقبيصه ديال الملحه، وعندي الدقيق حسب الخليط. اما السكر، هذه الحلوه انا حيدت من السكر، تدير فيها كاس ديال السكر كلاصي، ولكن انا السكر حيدته لظروف صحيه ما تتسامحش ليا باش ناكل الحلوه بالسكر. وتطلق حتى الناس ديال اللي عندهم السكر صراحه، مرضى السكر، يعني هذه ما فيهاش الحلاوه غير التمر اللي حلو. نباشروا على بركه الله. تنحطوا الزبده، نخدموها هي الزيت، هاي رطبه، راها سهله. دابا نحاولوا ندمجوها مع الزيت مزيان حتى تولي بحال الكريمه. معنا الزبده راني خرجتها قبل الوقت باش تبقى لي رطبه في يدي. حنا تنديروا ديك القبيصه ديال الملحه شي شويه ضروري، صافي. دابا تنزيدو الكاس ديال ما زهر، نبقى نخلط بشويه بشويه حتى يندمج كلشي. انا راه ما درتش فيها السكر، لان مليتي تتبغي ملي تخرج من الفران تبغي تفنديها في السكر، يعني من الاحسن ما تكونش العجينه حلوه وتكون تاني من برا تاني حلوه والتمر حلو، يعني ما تتبقاش ديك الحلوه، يعني عاطي واحد البنه ديالها زوينه. صافي دابا ملي خلطنا الخليط كامل، او رجع دابا بحال الكريمه، غنبدا نضيفو الطحين بشويه بشويه، راه مغربل يعني تقريبا غادي يكون شي كيلو ولا ربع تقريبا اللي غادي يهز. نضيفو غير شويه بشويه، وعينك ميزانك ما تكونش يعني الحلوة ما تكونش ثقيله وما غتكونش خفيفه. صافي دابا بعد ما عجنا العجينه غطيتها باش ما تقصاحش ليا، غناخذ واحد شويه منها نخلي واحد الجهه ريانه، وهذا هو طابع مرشم اللي تندير به باش ما تلصقش العجينه. ندير واحد هاد البلاستيك هنايا، تنشد العجينه هاكا، تندير في وسط منها التمر ونجمع، وتنديرها هنايا. ولا كان شي عجينه زايده تنزولها. هاي الشكل ديالها كيفاش يجي، يعني تبقى مستمرة على هادشي حتى نكمل. هانتو البنات، انا تقريبا دابا علي نكمل. ولا بغيتو واحد طريقة سهلة انكم تكوروا كلشي، تصوبوه ديروا هاد الكويرات هكا، وتبقاو تخدموا في هاد القالب، يعني تخدموا
تجيكم القضيه سهله، احسن ما تصاوبوا وحده بوحده وديروها في القالب بعد تحطوها في اللاطه. صافي البنات، دابا كملت اللاطه تقريبا تخرج ليا شي جوج. انا غندخلها الفران درجه الحراره من 170 حتى 180 درجه الفوق لتحت. ايوا راكم عارفين الطياب، يعني عينك ميزانك، تشوفها تحمرت شويه من التحت وديك الساعه تخرجيها. السلام عليكم البنات، عوده اخرى بعد ما طيبنا الحلوه. هذه هي النتيجه، نتمنى تعجبكم ونكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. الى وصفه قادمه، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.